أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعمق وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والقائمة على أسس راسخة من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الصفرية لمعالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء. ورحب جلالة العاهل المفدى بمعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وكلفه بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ودولة رئيس الوزراء، وأطيب تمنياته لشعب باكستان بالمزيد من التطور والازدهار. ونوه جلالته بأهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك والاستفادة من تبادل خبرات وتجارب البلدين، ولا سيما على الصعيد التشريعي والبرلماني، فضلا عن تنسيق المواقف وتوحيد الجهود والرؤى في المحافل البرلمانية بما يخدم قضايا العالم الإسلامي. وثمن جلالته رعاه الله المواقف المشرفة لجمهورية باكستان الإسلامية تجاه مملكة البحرين، والتي تجسد روابط الأخوة الإسلامية الوثيقة التي تجمع البلدين، مشيدا بدورها المحوري في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية ومساهماتها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. موضحا جلالة الملك المفدى أن المسيرة البرلمانية البحرينية الناجحة تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب على مختلف الأصعدة، معربا عن اعتزازه بدور السلطة التشريعية وإسهاماتها الهامة في خدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. كما جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن عميق شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وخلال زيارته للمملكة، مؤكدا اعتزازه بجهود جلالته ودعمه المتواصل لترسيخ وتطوير علاقات البلدين المشتركة، وخاصة على المستوى التشريعي والبرلماني.